أكيد مثل ما بتعرفي صيحات التجميل من وقت لآخر منلاقي إشي يمكن بتبين يمكن الترند أكتر من غيرها. يمكن حكينا كتير بالفترة السابقة عن الكارداشيان، لكن هلأ مؤخراً مع جمال اللي ظهرت فيه مارجو روبي ممثلة شهيرة بجمال وجهها، والأهم من هيك برقبتها المميزة أكان بطولها أو بنحفها يلي هي انشهرت من زمان. وجي نحكى كتير عن عنق النفرتيتي، عنق الأميرات بيقولوا مثل رقبة نفرتيتي. هيدا يلي تميزت فيه مارجو روبي، خاصة بفيلم باربي يلي يمكن أخذ كتير حيزات خاصة بالبنة العربية، هل رح ينعرض ولا لا. وهذا شيء شهره زيادة كمان يعني، ومن هيك صار حديث الناس ودي وليد يمكن صيحات الموضة والجميل رقبة الممثلة الشهيرة مارجو روبي قديش رقبتها حلوة وجميلة صح، وكيف الناس بدون يتشبهوا بجمالها وخاصة بشكل العنق تبعها. أصلاً مارجو روبي بتبين على طول رقبتها محددة أو كونتورد إذا فينا نقول. طب كيف منقدر نوصل لهيدا النتيجة؟ بأي طريقة بينعمل البوتوكس؟ أكيد مثل ما بتعرفي البوتوكس مادة سحرية. الأهم أنه تنوجد بأيدي ناس كفؤين يقدروا فعلاً يستعملوا المادة الصحيحة بالمكان المناسب. لأنه للأسف صار في كتير مواد بوتوكس مخشوشة أو مزيفة أو منا مقوننة يلي هي مادة رخيصة وعم تستعمل بأيدي أياً كان. طبعاً هيدا تجارة لأسباب تجارية، إنما البوتوكس لازم يكون المقونن الأصلي وينوضع بأيدي أطباء أمينة جراحين كفؤين ومبدعين. طبعاً لهيك البوتوكس أكيد استعملناه بالجبين، حول العيون، على الأنف، على الحنك للحفاظ على المثلث الذهبي، على الرقبة لأعطاء الجمال وتنحيفة وإخفاء حبال الرقبة، لأنه مثل ما منشوف بعض الناس بصير في عندهم بيبينوا يمكن مع العمر كمان صح.